مر الكلمة في البداية سي محمد الهادي الجويني مدير عام المؤسسة الوطنية للتظاهرات والمهرجانات. معرض تونس الدولي للكتاب أيام كارتاج الكوريغرافية، أيام كارتاج للفن المعاصر، مهرجان كارتاج. أيضا هذه السنة أضيفت معرض تونس الوطني للكتاب إلى جانب أيام كارتاج الموسيقية ومهرجان كارتاج الدولي، وبطبيعة الحال تختتم هذه الاحتفالية هذه السنة بأيام كارتاج المسرحية في دورتها العشرين. لوجستيا وإداريا وماليا الوزارة ساهمت مساهمة فعالة في هذه الدورة، اللي نحب نتوجه لهيئة التنظيم اللي هذه السنة في حقيقة الأمر انطلقت منذ شهر فيفري 2018 في حسن الاستعداد لتنظيم هذه الدورة بوجود هيئة متناسقة خاصة العاملين في القطاع المسرحي. واعتقد انه دسامة هذه البرمجة الموجودة سوف تعرض عليكم، اعتقد انها مش تكون دورة يعني متميزة جدا من خلال اولا العروض الوطنية والافريقية والعربية والدولية الى جانب الانشطة الاخرى الموازية من ندوات من معارض من لقاءات. ايضا هناك برمجة خاصة بالسجون الى جانب البرمجة داخل الجمهورية. كان لي شرف باش نترأس اللجنة هذه، عمناول ولا انا كنت عضو في نفس اللجنة. حبيت نقول اللي عمناول وصل علينا اللوم كلجنة لانه توجدت مسرحيات في الدورة ما كانتش في المستوى. السنة اعضاء الهيئة الكل كنا صارمين واتفقنا اللي ما تدخل ما تتبرمج مسرحية في أيام قرطاج في دورتها العشرين إلا إذا ترتقي للمواصفات المطلوبة. شاهدنا أكثر من 100 عرض، هو في الحقيقة تقريبا 150 اقتراح، فما ملفات ما نظرناش فيها بتاتا لأنها ماهيش متكاملة. بعثت ملف ما فيهش فيديو يبا ولا ناقص ولا ما فيهش الشروط، معناها ما احترمش الشروط. كذلك التواريخ، كان آخر تاريخ 30 سبتمبر لإيداع الملفات، ومع ذلك اجتهدنا باش قبلنا ملفات اللي جاوا بعد الوقت. ولكن بصفة عامة ونقولها بكل صراحة وبكل شفافية، المستوى كان دون الخليقة اللي كنا نترقبوا فيه. لذا أكثر من 100 عرض واحتفظنا كان تقريبا 70 عرض. كيفاش وقع معناها تقييم العروض؟ نعطيه على 20، المعدل على 20، والعشرين هذوما هما نقطتين للإبداعية والابتكار اللي هما في غالب الأحيان ما كانوش موجودين. النص المنطوق 4 نقاط، وكذلك هون شاهدنا اللي فما غياب النص الدرامي المتكامل. 4 نقاط لأداء الممثلين، 4 نقاط للتصور الإخراجي، نقطتان للإيقاع ونقطتان للسينوغرافيا، وكذلك نقطتان للموسيقى والمؤثرات الصوتية. ولذا هذه بصفة عامة باش نشاهدوا تقريبا أكثر من 70 عرض مسرحية. اختيار الموضوع طبعا مبررات اختيار الموضوع هو موضوع راهن حالي، طبعا نتيجة لما يدور اليوم من حراك سياسي ومن أيضا قرارات سياسية هامة في يعني اتخاذ اللامركزية كسياسة ل يعني إدارة البلاد. اللامركزية بوجهيها يعني ديسنتراليزاسيون وديكونسنتراسيون اثنين، فبالتالي التفكير حول هذا
الموضوع اللامركزية يعني الجهات والبلديات وغير ذلك إلى حد الآن هي محل يعني تطبيق واسع وفي خلافات كبيرة. بالنسبة لهذا الموضوع كيف سيتم انعكاسه على المسرح من ناحية احتضان الذاكرة، التعامل مع الموروث الموجود، التعامل مع مشاكل الجهات إلى غير ذلك، كل هذه المسائل هي أساسا محور هذا الموضوع الذي ستتناوله الندوة. وقلنا من الفائدة أنه هناك المداخلات الأولى وهي المداخلات النظرية في المحور الأول، يركز المختصون طبعا، دعونا كل الأطراف يعني جامعيين دارسين صحفيين نقاد للمساهمة في هذا الموضوع. سنركز على مسألتين أساسيتين، الرهانات والتحولات والمسوغات في الحقيقة لهذه الندوة الفكرية. المنطلق الأساسي هو موقف اليوم وموقف قديم متجدد يمكن أن نضعه في خانة أزمة المسرح العربي، المسرح التونسي، وأزمة المسرح في الراهن الاجتماعي والثقافي والسياسي، انطلاقا من التجربة المحلية التونسية التي تقول كأن الواقعة التونسية في هذه المرحلة الانتقالية ما بعد الثورة، الواقع يفيض عن الإبداع المسرحي. طبعا هناك موقف واضح متعلق بالكتابة المسرحية، ونعتبر أن المشكلة الأساسية في المسرح أو في المسارح في العالم العربي هي مشكلة الكتابة. عادة لا نحتفل بكاتب مسرحي، لا نرى نصوصا مسرحية، ليست لنا تمثلات واضحة حول التأليف المسرحي. لذلك اخترنا أن تكون هذه الندوة تساؤلات كبرى حول الكتابة المسرحية في تحولاتها ورهاناتها في هذا الشعار الكبير، وكم استهلكنا من شعارات مثل شعار الحداثة وما بعد الحداثة، ويبدو أن موضوع الدرامي وما بعد الدرامي هو تنويع حول هذا الموضوع. بالنسبة للمؤسسة سجون المسلاح، نقول مسرح داخل مؤسسة سجون المسلاح هذا يندرج في إطار أو انخراط الإدارة العامة سجون المسلاح في المسار الإصلاحي اللي قاعدين نخدموا عليه. بطبيعة الحال ما وصلناش للكمال، لكن نخدموا عليه تدريجيا كما شفنا مع في الموسيقى، كما شفنا في السينما، وأنه مسرح أيضا داخل السجون. المسرح داخل السجون هو في حقيقة الأمر فيه عديد من الرسائل. أول الرسالة الأولى أنه سلب الحرية ماهيش تكون تمنع هذا المواطن المسلوب الحرية من استعادة مواطنته تدريجيا، ويخليه يشعر أنه قاعد يتحرر، وحتى حرية التعبير من انطلاقا من الفضاء أو الفضاء الركحي داخل المسرح. بطبيعة الحال الخمسة مسرحيات باش تكون في فضاء متاع دار ثقافة بابن خلدون، ونشكر مرة أخرى إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية ووزارة الثقافة على تخصيص هذا الفضاء، باش يكون بطبيعة الحال ماهوش فضاء مفتوح للعموم، باعتباره احنا نراعي حقوق المتضرر، باش تكون بعض المنظمات والجمعيات وكذلك النقاد والمسرحيين والصحفيين كذلك. بطبيعة الحال هناك دعوات باش يكونوا حاضرين. الحاجة بها السنة هو أنه الخمسة مسرحيات باش يقوموا بها المودعين، عندنا خمسة أربعة من السجون ومسرحية من إنتاج أطفال مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيد الهاني، تقريبا تضم 50 مودع، معناتها 30 سجين وخمسة أطفال اللي هما يشاركوا في جميع هذه المسرحيات. نجم نعطيكم بعجالة البرنامج متاع أو التواريخ والمواعيد متاع هذه العروض المسرحية. عنا بالنسبة لليوم إن شاء الله الانطلاقة يوم 11 ديسمبر 2018 مسرحية من إنتاج مساجين سجن برج الرومي، كذلك نهار 12 في اليوم الموالي 12 ديسمبر مسرحية الداموس
من إنتاج المساجين تاع سجل الهوارب. نهار 13 مسرحية ذئب الشمال من إنتاج أطفال مركز إصلاح الأطفال جانحين بسيد الهاني. كذلك مسرحية الرجة هذه من إنتاج مساجين سجن قفصة إن شاء الله نهار 14 ديسمبر. كذلك هناك مسرحية البربشة من إنتاج المساجين متاع المهدية. بطبيعة الحال هذه بالمناسبة بشقة تعيين لجنة مختصة في مجال المسرح لتقييم هذه الأعمال، لأن على هامش أيام قرطاج المسرحية قلنا خلينا نعملوا لهم تقييم كذلك وجوائز لهذا المذيعين خارج المسابقة الرسمية بطبيعة الحال في مجال المسرح، باش يقيموا هالأعمال هذه ويقع تكريم العمل المتميز مع بطبيعة الحال النقاد والأساتذة المسرحيين. أحد السجناء قال ستكون هذه آخر ربطية عندي. متعود معك كل مرة يتردد على السجن بعد الإنتاج وبعد التفاعل مع أستاذ المسرح ومع العمل المسرحي، كأن لقى ثنيته ولقى روحه ولقى شخصية ينجم يعيش بها في المجتمع خير من وجوده في السجن. الملاحظة الثانية اللي لاحظتها، أحد الموقوفين طلب من رئيس المحكمة أن يؤجل البت بالحكم أو التصريح بالحكم بعد إنتاج أو تقديم عرضه بأيام قرطاج المسرحية. يعني السجين يهتم بعرضه بأيام قرطاج المسرحية أكثر من البت بالحكم في قضيته. قبل كل شيء مش نطلب منكم بكل لطف مش نقفوا دقيقة صمت بعد ما فقدت الساحة المسرحية أصدقائنا حاتم بن رابح وسيد أحمد معاوية وصديقنا الغالي المنصف الأزهر. تفضلوا. بالنسبة للتنشيط والجوانب التنشيطية بالمهرجان، نذكر أنه التنشيط مش يكون يومي في شارع الحبيب بورقيبة، مش موضوع منصة قبالة المسرح البلدي، وكذلك بمدينة الثقافة يوميا هناك فرق موسيقية وفرق تنشيطية، وكذلك فما تنشيط نوعي خاص يأمنه المركز الوطني لفن العرائس يوميا باش الأطفال يكونوا موجودين وكذلك العائلات انطلاقا من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة بشكل يومي.